ما معنا خونا فتحي خاوتي اللي حكى لنا المغامره تاعو خاوتي اللي بدات من الجزائر تركيا، تركيا خاوتي اليونان، اليونان خاوتي السجن تعرض ليه يعني تسجن مده شهرين. المهم خاوتي عانى معاناه كحله، المهم بعد ما عاودوا رجعوه العسكر المهم تعذب عذاب اليم. المهم راح يحكي لنا خاوتي بعد ما لحقوه عاودوا رجعوه تركيا، عاود يحكي لنا كيفاش يعني كيفاش كانت حياته ثم واش راح يصير له ثم، ويحكي لنا الفراشات خاوتي اللي تعرف عليهم. راه قال لك فراشات سويدية وفراشة بولندية مخلطة. خليكم مع اخونا. ايوا مرحبا بك معنا. الله يعيشك خويا عامر. وكيما قلت لكم رجعوني لاسطنبول، مش اسطنبول، رجعوني تاك الحدود يا اخي. ورحت عيان من دك دك مرن كان مخود عليا فرانك، ما عندي والو دار باش تكون مكريه زعما في اسطنبول. مانيش كاري تحشاتي انا نورمال نكري دار في اسطنبول ونحرق اونك يحكوني يرجعوني. سما عندي الدار دي جاني كاري المره هذه شغل ما حرقت كما نقولوا تغابيت، كنت غابي رحت حرق رجعت للدار ما عندي والو والو. ايا رجعونا لاسطنبول كما قلت لك، وتلاقيت هذا ديديكاس ليه من عمي عبد الغني، عطاني الامانه تاعي كنت مخبي عنده الامانه من الباسبور وكلش. سلكت حوس على دار كا 3 ايام باش لقيت دار في الفاتح، كنت كاري مع جزائري تحيه ليه من سيد علي، كان هو ومرته وزوج بناته صغار، كان حاب يحرق هو ثاني من بلغاريا ومن بعد ما قدرش حب يفوت وصارلو مشاكل. المهم الحق كريت معاه، معاملوني كأخوية كيخوهم وكما نقول ناس ملاه، تحيه ليهم منا من تيار توما. ايا رجعوني كما اسطنبول مرن كرجليه في حاله. رحت اول حاجه درت احسن عند واحد الطبيب فلسطيني تما في شيرين ابله اللي يعرفوه الحراقه بالك، طبيب فلسطيني رحت عنده قلت له رجليه مانيش نحس بهم ماني صايص. رحت بالتربقه ندقدق رحت ندقدق قلت له دكتور رجليه مانيش نحس بهم، راح معايا عمير الغاني قلت له رجليه مانيش نحس بهم منا ما سقسانيش علاش والله اسمه. قال لي اليونان ما باينه غير الحراقه يروحوا ندقدقين باينه وشي صاحب في اسطنبول الحراقه اليونان. قال لي اليونان اللي دارت لكم مكه من قلت طرطقت ومن. المهم ريحت شاف منا رجلي بلي عندي تعرف طوندو تعرف رجل من اللورا فوق الحافر هذاك. ها طوندو هذاك عندي ديك طوندو دار بلي مش تغض من بلاصتو شغل تبليسيت من تما تبليسيت وتتحرك من بلاصتو. المهم وليت ما نقدرش نمشي وليت نتعيب منا وليت ما نقدرش نلبس التريننج ما نقدرش نلبس ونشفي عليها. ايا وليت ندور غير بالترباقه غير الترباقه في اسطنبول تما ضرب الترباقه في اسطنبول باينه بلي حراك بدا وراك ديما تحبسوا لا بوليس بالترباقه كما نقولوا مكوف هكا شغل ما نركبش طرموي بزاف ما نركب كون حامل الكونترول ومن. المهم احسن طبيب عطاني الدواء عطاني كما نقولوا سميه لي واحد البوماده واحد الدواء وبوند عطاني بزاف حوايج هكا ومشيت من الفارماسي. ودركا عيطولك ايه عيطولي كوبيز ودركا هذوك مليح هذوك مليح. ايا قلت لك عيطول قلت لك عيطولي ايا عطاني دواء عند الطبيب عطاني دواء منا داويت به روحي وماضه جبتها بالك واحد 7 ايام 10 ايام ما مدقدق مانيش مليح ظهري مطرطقه ما طاح لي المورا تقوت عليا. زاد قال لي صاحبي ذاك سميو لي المروكي ياسين قال لي راجع مروح للمغرب ومنا شو لقيت وحدي فاهم. قال لي راجع ما لقاتش منا وانا باقي نكوراجي فيه ما صاي شرا البيس على الطياره وراجع سم اوفيسيال. قلت له ربي سال خويا سلمت عليه منا قلت له قال لي كمل فيها متوليت ومن قلت له روح معايا علاش خليتني. المهم قال لي انا ما بقاتش قال لي نحرق من المغرب انا قال لي الحرقه الصح من المغرب الميليه والمليله هذيك واسبانيا ومن. قال لي صاي ما بقاتش اسطنبول وانا تعذبت ومن الحق يا راح روح لقيت وحدي تما في الفاتح. هذاك خونا سيد علي كان يخدم هو في الخياطه تاع لي بافات. ايا كنت كاري معاهم انا. ايا صاحبتي السويديه قالت لي كان نجيك ومنا راني اسما حابه نجي. ايا شغل قلت لها مرحبا بك رايحين في اسطنبول. ايا الحق ورا مشاتني كانت نشفع عليها جاتني بالثلاثه بالك رحت للايروبور في الليل نشفع عليها. جاتني في الليل على 11 الليل رحت للايروبور لقيتها من تعرف كيما نقولوا قداش شغل كشغل حسيت بهذه الحاجه شغل كيما نقول واحد معايا الله لي زوم خير من 1000 راجل وقفت معايا. جات منا حطنتني سلمت عليا قالت لي والله قالت لي كون فيها قالت لي يا ربي بعد لونجلي قالت لي كون ما
كون ما جيتش منه والله قلت له نقتلك تما، قلت لكم تزيد تعاود تطلع هذه ما تخلينيش نجي نقتلك، راك فاهم؟ راك فاهم عامر؟ اسمع نسمع اها اي قلت لي زيد الديليجنس هذا ما تنساش عليا التليفون باسكو كنت في اليونان كما ضربت الطريقه هذه صاب لك 19 يوم باش نوصل تيسالونيك والله قلت لي 19 يوم ومن ما تنساش عليا التليفون والتليفون تطفي وتعاود لهذه العفسه تقلقت عليك نقتلك من المهم راك تعرف النساء اي جاتني فوتنا ايامات مليحه فوتنا ايامات الحق مليحه تما في تقسيم هذه تقسيم هذه ابايا زيد احنا قالاطه درنا تصاور درنا اسطنبول مليح درناها مليح بالبيا ملي كنت حارق تما كما نقولوا مقفد عليا جات هي ولات افرت بياش تياحة تحفيفه مليحه يا ولدي تبياش تحفيفه مليحه تصاور الخاتم ايه تمسخر لا رومانسيه كفام ما قري مقوده حراق عين شي نغاش الرومانسيه ايوا ايه كنت تكون معاها في اسطنبول في اسطنبول تما كاين شي واحد باسبور عربي لا ما يقيموكش تما شغل لا بوليس حمي تعنصروا معاك تحكي تكون مع واحده من الاتحاد الاوروبي ودور معاها برا ومنا يخافوا يحبسوك راك فاهم ما دار لي ندور شي كور تما مع الوقت نتخبى من الترامواي مناش ولا الحراق ولات هي تدور معايا كش ما كاين زعما مرتي كفاهم كروشيتني نمشي نعرب صاحبي اي درنا من دعشة هذا من كاينه في واحد لوطيل جاي في بايازيد جاي مع تاع الترامواي سكات على الترامواي كرينا 35 اورو الجورني كراتو هي الحق اي فوت سمع ايامات شابة راه ايامات شابة ما تنساش كاع ما تنساش الايام هذيك فوتناها ايا من بعد قعدت معايا واحد 12 يوم وشريت بي اوفر ماش الي روتور شريت بي اوفر شغل تجي عندي ماش مفيكسي باش ترجع ايا ريحت شغل قلت لها تسمى قبل ما يبرد الحال ومنني حاب شغل نوصل لاوروب ونوصل قبل ما يبرد الحال ومنه قالت لي نقدر نشوف واحد البالك ساهل ندير لك فيزا منه قلت لها ما كانش فهمتها دخلت اليوتيوب دخلت الجوجل فهمت كان شرح لها قلت لها من الناس كفي روحوا قلت هذه الطريق ما باش نقول اسمح لنا تزيري يا مغاربه نحرق ونحرق روحي كفاهم تسمع في عمر اسمع ما باش نفهمها بلي الطريق هذه شغل تاع نحرقوا منا وبلادنا ماشي مليح ما باش نقول شغل الطريق شكون يروحوا عندها اللاجئين السوريين والافغان من الحرب اي شغل يروحوا منها انت انا ثاني شغل ما قلت لي روحوا من يوصل اوروبا قلت ما انا نسين نروح منها باش نوصل عندك ومن قنعتها بلي ما فيهاش الفيزا قنعتها شغل وريت لها من نزح القنصليه تاع السويد في اسطنبول حكوا معها قالوا لازم اول حاجه لازم اقامه تركيه باش دير فيزا اقامه تركيه وانا اقامه تركيه ما عنديش فيزا تاعي ما تليش الترك فيزا تاع الشهر عطوني ما قالت لي ايا قالها ما فيهاش حل تما صافي قالت لي تحب ترجع لبلادك نجيك لبلادك ومن قلت لي وهي المشكل كانت مزوجة وشغل في كما يقولوا في طريق الطلاق راك فاهم شغل الكوار تاع الطلاق مازالو ما وجدولهاش راك فاهم شغل الحكاية تاع 4 شهور 5 شهور 6 شهور فهمتني اها اي شغل الحكاية مطولة وانا ما قدرتش نصبر ما قدرتش نصبر قالت لي تحب نرجع لبلادك ونجيك لبلاد نديرو حل والله منه قالت لي والله اسمع شغل سيريو ما قدرتش نصبر انا ما قدرتش قلت لها خرج من البلاد صاي تم مستحيل نرجع صاي انا هذيك الولاد دعسة والدعسة ما بقيتش نرجع صاي قلت لها نجيك قالت لي ناتو الناس المهم مسكينه تدخل في التليفون تاعها شو قالت له شارشي سمعني الحكايه الطريقه هذه واش فيها واش ما فيهاش ومنه ونحبوك لا بوليس ومسكينه مقلقه عليا قلت لها صايك راهي سويت قلت لها نجيك باذن الله ومنه المهم قنعتها ايه باش تروح من الايروبور باش تروح من الايروبور يا عامر خويا هذه تبكي هذه تحضن هذه تبكي تحضن وتنساه يا نص مني طاحت الله يا عامر غاضتني مسكينه غاضتني قالت لي وخايفه شكون اللي ديخ اخر نظره نشوف فيها وقادر يحكموك وقادر تدخل الحبس كما في اليونان وقادر باش ما يقتلوك وقادر قلت لا ما كاينش من شكون يجيك واحد مني قادر عليها المهم وصلت الله يروبور وصلتها ودعتها صلي في روحك منه اي ما رجعت ما رجعت ما راحش رجعت رجعت العاده تاعي حرك مقود عليك فاهم الحق خلات لي مصروف بالاورو خلات لي مصروف كا خلات لي كما نقول مش مصروف خلات لي شو دراهم الحق عاونتني بهم كل حق نكري وحق كش ما ناكل وكش ما نلبس وكش ما نشري انت معايا مصحه خلات لي صلات فيا ايا رحت في شيرين ايفلر عند امي بلغاني هذا فوت ثاني تما مع ايامات امي بلغاني في عمر واحد 56 سنه 56 كاك انسان راجل ناس ملاح خليت عنده الباسبور وعاونني بزاف وقف معايا بزاف في بزاف مواقف قالت عنده قلت له مولد بلادي قسنطيني ايا قلت له خاصني شغل الجماعه كيحرقوا سيريو حابين يحرقوا قال لي
تحب نشوف لك واحد يحرك سماك كات سليمه. قلت له ما ننساش سليمه، انا كانت كاينه سليمه البلغارية لصوفيا ومن 2000 اورو ما حبيتش والله ما حبيت. قال لي تحب نشوف لك ثاني باسكو هو اونسيا في اسطنبول عنده 4 سنين ولا اكثر، تحب نشوف لك مونتاج في الكمين، تمونطا في الكمين تما من ابصاله تمونطا وتوصلوك ومن. قلت له والله يا مي بلغاني ما نحبش، شغل لك انا حاب نحرك على رجلي انا نلعبوها حاب نحرك على رجلي. الحق قال لي خويا يعرفوا الناس سمع له يخدم ترونسفير دراهم فاهم عامر، يخدم ترونسفير دراهم من الجزائر من الجيل الجزائري يدخل مع الناس، قال يحب يجيب دراهم يبعثوا له دراهم دارهم والله يوم يعرف ناس بزاف. قال لي كاين واحد جواج لا كان اسم لا عاقلين تحب تحرق معاهم، اي تحب نحكي لك معاهم الناس ملاع. قلت له شوفني، قلت له ما يكونوش كثر على شغل انايا وهما لازم يكونوا زوج، ما يكونوش كثر على ثلاثه زوج من الاخر. اي تفاهمنا منا تلاقينا قال لي عشيه نعيط عيط لهم قالوا له قال لهم كاين واحد اسمه حرق واقفه، قال لهم كاين واحد حرق من قبل واسمه شغل يعرف شويه الطريق اسمه جد ما يعرفوش، واحد يعرف واحد فات من قبل ورجعوا واحد ما يعرف. اي قال لهم سماو كاين واحد يحب يحرق وسيريو اي الحق تفاهمنا تلاقينا ولاد فاميليا ناس ملاح جواج لا اي تلاقينا تفاهمنا على بلون مليح منا هو شغل الخطيع ما يبغاني خطيع الحرقه شغل انسان كبير يخدم ترونسبير منا صمم ماشى حرق كبير على الحرقه شغل قاعد معانا برك هكا حكينا تفاهمنا في القهوه كذا مريحين من الحراق يعرفوا هالبلاصه القهوه هذيك اللي جايه في السطح جايه في الساحه 20 ابلر من الشاشه كم تعرفوا يعرفوا الحراق يتفرجوا في الفيديو حدا الشاشه القهوه هذيك ايا تلاقينا تما تقهوينا تاي شربوا تاي بزاف في الترك ايا تلاقينا نحكينا كيف نديروا منا من ايا درنا بلان نروحوا لايديرنا من ايديرنا نضربوا الشباك على اليونان ندخلوا اليونان ومن اليونان ندخلوا لبلغاريا ماشي ندخلوا ديريكت بلغاريا لا ما عرفوش ما عندناش نقاطي تاع بلغاريا يعني فكرنا نقاطي شغل يدخلوك من ايديرنا يدخلوك لليونان من اليونان طلعوا ندخلوا على الشباك تاع بلغاريا اي شباك بين بلغاريا واليونان شباك خفيف يعني مش كيما تاع اليونان والترك. يا خويا عامر تفاهمنا درنا بلون منا شينا الادوات شينا الامور شينا كيما نقولوا واش اللي لزمنا ماكل هكا قلت امورات رحنا للاوتوكار هذا الاوتوكار شغل صاطيت عليه بيس كبار ايا رحنا راح معنا عمي بالغالي باسكو نقطعوا بالباسبور تاعنا صعبوها لازم ترشيهم باش يقطعوا بلا باسبور قطعنا لي بي كيما قطعنا ركبت في بيس بالباسبور قلت لك الباسبور صاي ايا يكون الباسبور متقر من عمي عبد الغني الباسبور تاعك فاهم اي بالدرقه سون سمير كحطينا مشو زعما في شكاره فيها الكاطو زعما قلنا له هاك وحطينا وهي باسينا مشو اللي خدمناها اي خدامه الله في رواحكم وشي تحقى تليفون جديد ثاني باسكو داو لي الاول لابوليس كسروه لي تشوف عمرك فكسروا لي التليفون لابوليس على اليونان شت التليفون حطوه لي في الباب تاع الطوموبيل يفتحوا الباب يحطوا فيها التليفون في الباب راك فاهم ويخبط الباب هذيك يقسم لك التليفون على زوج في وجهك يا حافي وانا بلي كاغو ايش انا بحسن تخليك اقول انا باليمينوب قال لي هذه سيور فون فوك يور فون جو باك تو يور كونتري واي يو كوم هير ايليغال دونت باك ايليغال هير واحد اشرار هذوك اليونان اشرار راسيزم ايا درنا البلو رحنا قطعنا البيك ايديرنا رحنا لايديرنا هذه ايديرنا جامعه لها من قبل رحنا سمع بها بلي فيها اكراد ومقوده من ايا قرينا حضرنا حنايا وصلنا الظلمه نشفع عليها وصلنا في الليل مشينا كي العاده نمشيو على التمرين وصلت ما جبي 11 كاك 11 وصلنا ما نعرف والو دخلنا ستاسيون حنا اللي طوالت حاجاك منا فرزنا امورنا بدلنا قشنا لبسنا وجدنا كنا واجدين طيب شفنا القاطي وين جايين طيب مشينا ايا في اليونان في ايدينا يعرفوا الحراقه كاين زوج قناطر القنطره الاولى عامر بعد كيخلي لي فوتو شفت القنطره مصور فيها انا مرمد هذيك هذيك ورايا القنطره اي كنت هذيك تفوتها تلقى تحتها وين يباتوا الحراق اكراد السوار مقوده وكاين واد اي كنت تقطعها كاين واحد الرومبوا الرومبوا هذيك تسمى معروفه تاع ايديرنا اي كنت تبعوا في النقاطي النقاطي خرجونا مع الشباك تبعني مليح خرجونا مع الشباك كنشوف الشباك تكون تشوف الشباك تكون في الطرق كتمشي تمشي توصل للحدود توصل الحدود تلقى الشباك لهنا تسمع الاحساس شغل كيما نقول لك من اك في دوله وهاي دوله واحده اخرى قدامك شغل كيما نقول لك في تركيا والاتحاد الاوروبي اسمه الشنغن اسمه الحلم تاعك الشنغن الشنغن يا الاتحاد الاوروبي بغير الشباك يجيك واحد الاحساس شغل تموتيف لازم نفوت الشباك برك هذا تقول ديالك قلت لحمامك حمامك نفوت الشباك برك ندخل لليونان ندخل الاتحاد الاوروبي ارض دليل الاتحاد الاوروبي راني في الشنغن صاين كما كنت يعني كنت في اليونان تما شغل نلعب نقدر قلت نقدر نديرها مادام وصلت تيسالونيك نقدر نزيد نديرها شغل كما نقولوا بالليف كما نقولوا بالليف ان يور سيلف شغل الثقه في روحك حكينا مع بعضنا من نشوف بكل سوري كاغول
هي المجد رواح حنا منا نجيبوها بربي ان شاء الله. وصلنا للشباك هذاك عامر شوفوا من بعيد يبانك صغير من بعيد من بعيد تقول لك راح نجي نقفز صوتي اي غير توصل تشوف كيما هكم يا رباني قلت ما في الطول 6 مترات في واحد 700 مترات بالك 6 مترات 6 مترات بالك اي بابا المشكل الترمو هذوك اليونانيين شباك كان شباك صغير في 3 مترات وشباك في 6 مترات بصح مش لاصقين في بعضهم زي الشباك الصغير هذاك منه والشباك الطويل من وبيناتهم كاين اسلاك الشوكيه اللي لام هذوك عام فهمتني مش كون تفوت الاول باش تفوت الثاني طيح في ليلام تحصل فيه ما تحصل في ليلام يجيوك ديالك ملي تجي تخرج من ليلام يجيوك العسكري يهزوك كاين كاميرا حنا القاطين مقودين على من الدوله ما فهمتش يا مدام الناس عامك راه واحد السنسير واحد عطاهم لنا يا حبي يا حبي يتمسخر بينا يا احنا في واحد البلاصه مزيره تاع اليوم ما تقدرش تفوت مقوده ايوش درنا قلنا نروحوا بالدرجه نجيبوها مع الاول شو ما كاين والو شغل الظلمه اللي يبان تشوف نشوف غير فواحد اللومبات حمر شحال هكا في حدا الشباك ما بديناش فيهم حنا قدامك الحدود وباك هذوك اللومبات واحد اللوان بحمر اي حنا نقدموا نجريو للشباك باش نسمع الصوت وفيه نطلعوا ونسمعوا الصوت تاع الفورس فاجن بالجيروفا تشوف كيف جايه في الطريق في كيما نقولوا في بيستا تاع العسكر يجي تخباره بالخبره هذه قاربت كيما كهبط واش دار دير الطرش في الشباك يحوس لك شي واحد طلع في الشباك ولصقك فاهم درك هو قاعد في الفورس فاجن قال يتفرج فيه كلش حنا ما على بالناش جاب الفورس فاجن قاره كيما هكا وداروا ديريكت الضو هبطوا فيه وداروا الضو يديروا في الضو في الشباك شمال لصق واحد كش ما طاح كش ما يحوس لك قماش مقطع في الشباك يعرفوا بلي فات واحد الله يبي شي حكمه يوم ما جاو هما عاودنا اش كما جاو هما لابوليس عاودنا رجعنا للورا شفناهم كيديروا في الشباك ما داك كمش ولاد الذين شرو ما يحوس علينا كش ما يلقاو الحايد انايا كش ما يلقاو واحد طلع الدعوه قدام صعيبه هنا قلت لهم شويه نعييهم داك نردوا شويه في 3 الصباح نعاودوا الضربه ضربنا على 12 هذيك نردوا شويه ونعاودوا الضربه كفا فاهم اي رجعنا للور اخويا متكين في الشباك بدا متكين في هذا الحرس هكا وذاك الحرس هذاك كيعاود باش توصل للشباك حرسك ثقيل لا بالك ترى مخدمين الاطراق باش يحكموا بالحراقه هذاك حرت باش تحط فيه رجليك تمشي تحصل رجلك يحصلوا شغل ثقيل باش تجري ايا متخبين اخويا اللورا عامر متخبين كيف هكا وصلت الساعه 3 بالك ولا 3 ونص نوضتهم منا نعاودوها نوضنا الجيش مشينا نوضنا من الجيش نوضنا صاحبي امين ايا كما نوضنا عامر عاودنا لهم الضربه حنا نجري شغل ما نجيوش بلاصه واحده شكون تفرقوا باش نوصلوا للشباك عامر نطلعوا في الشباك هذاك انا نحط يدي انا قلت نطلع زادوا جاوا بان بزوج طوموبيلات تاع فورد فاجن عاودنا رجعنا شويه برك ورقدنا في الارض رقدنا شغل زعما باسكيتي كلش كحل بليكا قول كلش كحل الساكود وكحنا الساكو كلش كحل رقدنا في الارض كان شغل رقدت بيستا شغل لاقي الحاطره شغل ميت كل واحد ميت راكدين دار فيا الطرش عامر دار فيا الضو كيما هكا نشف عليه قال لي ستاند اب باك داون ستاند اب جو باك ستاند اب جو باك نظر عليه زوج مرات تما نوض قوه درجع ترجع ما سمعتش الدرجع ما كان والو هو يشوف فيا بالبلومب هذيك ستاند اب جو باك ستاند اب جو باك يهضر فيها بالميكرو هذاك بدا دورت لي هنا قلت له اي دونت وانت باك داون اي دونت وانت باك تو تركيا اي وانت جو تو غريس بدا قال لي نو يو ار نوت ويلكومينغ ايليغال باك جو فاك باك تو تركي تو فوك يو اسمع كيما قال لي جو باك فاك تو تركي شغل فاك ما ادري تو فوك يو فوك يو فوك يو ايوا ما داش داروا شغل شافونا صامتين معاه شغل ما حبيش نرجعوا قديم باسكو مو راه يتيري عليك رصاصه ويزير رصاصه شغل اللي مشكل مع الاتراك ما تير رصاصه على الارض التركيه باقي منك اي ويل كوم تو غريس ايليغال اي ويل كوم تو سالونيك باقي نتمسخروا به ايوا انا ما كنتش على بالي بلي كاينه فيها بلي الحراس الحدود عندهم فكره يتصلوا بال كيما نقولوا بشرطه الحدود التركيه عيطوا لهم في التليفون حدانا سمعنا ما يهضروا معاهم في التليفون بلونجلي قالوا لهم بلي فيه ثلاثه ولا اربعه مهاجرين حابين يدخلوا عندنا ارواحوا وزوهم دوروا كاين الطومبيس على مرسيدس تاع العسكر تاع الاتراك جايه من هنا يا صاحبي اسمع شغل اللي يقول نحس ما يقولش كلمه بعضهم باسكو عندهم مشاكل مع بعضهم الاتراك كل يوم حنا جايين من هنا جايين كيجيو يهزونا يدونا الحبس حنا عاودنا رجعنا تخبين تمرميده بتنا يومين في الترك قبل ما ندخل ديجا لليونان قبل ما نتمرمدوا ديجا تمرمدنا في الترك في الارض الترك بعد يا صاحبي
ايوا رجعنا وشكون الباقيين تبعوا في المبصه، قلنا نروحوا لهذ البلاصه شكون معروفه، شكون نروح على جهه زوج قناطر هذوك، ومن بعد شكون الطريق قد 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 حتى وصلنا واحد الشباك نشوف عليه صبص علينا النو، هذه الغدوه صبص علينا النو وكانت دوام مسحبه ومقوده. ايماجيني يا عامر خويا حق المصحف تاع ربي الله يحركني منه، غير فتنا على الجزيرة كبيره تاع العسكر، والله ما هضروا عليه، ما هضروا معنا حرف، شافونا زي الساكاد هو رايحين كما نقولوا منطقه محظوره، منطقه كما نقولوا حدوديه، زعما ورا وين رانا رايحين كاين شكون الحرث كبير فيه الشعبات الشمس هذاك، وفيه وراه كاين شباك تاع الطور تاع الحرقه تاع اليونان، شافونا والله ما هضروا معنا حرف، شافوا معنا كيما هكا ما هضروا والو، ما هضروا حتى حرف، شافوا معنا ما دوروا على شكون، ما كاين والو، ترموا شكون كرهوا صاي شكون الفوز على ماذا به تخرج من بلادك، فاهم يا عمر ماذا به لو كنت شغل تخرج من بلادو تروح سما تاجر، بصح كون ترجع من مليون للترك يدبزوك الحبس فيها الخبط فيها كل شافوا معنا حنا سيدنا درنا واحد كل ما عادي ما درنا شغل شوف حنا قطعوا من زمان طلعوا الجبال زعما تسلقوا الجبال اي طالعين طلع هذيك نشوف عليهم تبدا تسبخ النو يا صاحبي، وبعد كعمل اللي فوتو في الشباك شفتهم في الشباك انا باللبس لبس الكحل ايه ايا رحنا الطريقه هذيك من عباد الشمس ديك عباد الشمس طويل ايماجي عباد الشمس هذوك النباتات الطوال دخلنا فيها السمك هكا 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 وصلنا من شباك ما كاين لا كاميرا كاين حتى والو منا مكان ما كاين والو قلنا درابو تاع اليونان شويه بعيد معلق كبير ما كانش كاميرا سمنا قلنا شو نجربو نقدمو للشباك في النهار ونشوفو اسكو كاين الريط لا ما كانش نقدمو ما كاين لا يقدمنا شفت منا ما كاين والو دار لي فوطو نشوف زوج فوطوات تما قدم الشباك وبعد تملك حطهم فيسبوك تاعي ايا دار لي فوطوات من مريحين قصوا ما كاين والو شنو حابين نديروا الريط اسكو يجي لو ما يجيوش قعدنا تما 10 دقائق ما كاين والو قلت الضربه بربي ان شاء الله منا ما كاين والو هنايا بعد ما رجعنا شويه متخبيين هكا ذاك خوف الحاله تاع الليل لقينا الطومبي تاع العسكر تاع اليونان شغل تاع الحدود شرطه الحدود معديه قدامنا هكا عدات ايماجينا ردي عدات قدامنا ما شافتناش عدات قدامنا هكا شفناها ما شافوناش هما دواج هما بعد ما شكن يحوزوا شغل ما بان في فوتوش حراقه من تم بزاف المهم ترمو شباك عالي شغل محال ما تفوت لازم تفوت بسلوم باه بصح كون تفوت بيديك صعيب مش محال بصح تفوت بصح صعيب اي كيما فاتوا عامر كيما فاتوا جاتنا في داك يقول لك الحر داك يقول الناس يتفرجوا فينا يقول لك سما قادر باك تحفر تحت الشباك وتفوت ما تقدرش مستحيل الشباك ما الشباك ما تحفر فيه قوتك فاهم شغل كون تحفر هذيك حكايه كون تحفر تحت الشباك تولي فيها افر بليك انت قاعد تهرب وقاعد تحفر باش تدخل الاطراف اليونان تدخل فيها اشكاليات ما عندناش ديال الوقت باش يحفروا من بالا المهم ايا شفنا ما كاين والو طاح المغرب شوف عليا طلعت انا الاول عامر لبس ليغو كانوا عندنا شي حنا ليغو مع الكاغول اللي تبعو ليغو هذوك وحلينا في الساكو شارج حتى واحد فينا اي طلعت بالحق الوحده زو طلعت فوق الشباك الاول ليلا ما هذوك قطعوني ليلا واش درت ليلا ما هذوك حلينا ساكوشاج نردو فيه تقفل عليك ساكوشاج هذاك فتحته وحطيته فوق ليلام فرشته فوق ليلام هكا ومن بعد شفنا الطومبي تاع العسكر زاد جايه فايسه من هنا عرفناها بلي كل ساعتين بهذاك ولا كل ثلاث سوايع تفوت الطوموبيل منه ايا عاود تهبط عاود تقطعت تندبت من يدي تشلطات عاود رجعت تخبينا بعد تما وساكوشاج الساكوشاج معلقه وكحل تما يبان تما باين من في الليل كيشكون باينه حاجه كحله فاتو ما داوهاش فيه ما شافوش حنا توسوسنا قلنا بالك شافوه منين نروح ما شافوش زعما يقرب فينا لما يقيدونا باش كون ندخلو يخبطونا ايا باقينا اللور عامر فاتو ما داوهاش فينا ما شافوش قلت لهم نشوف قلت لهم نفوت نكملوا فيها بصح شو نقراو حذرنا قادر شافوه وقاعدين يقيدوا فينا فاهم عامر قادر يقيدوا فينا قادر خادمينا قادر شافونا قادر تكون كاميرا مادام دوك عندهم كاميرا حراريه وشوفوا في الليل هذا ثاني قايل كنا مع كاميرا وشافونا في الليل طيب لقينا موسوسين اي طلعت مره ثانيه تقطعت تندبت ركايب تقطعت فصاك وشاش ما فرشناش والحق طريق كاش والفتنة حكمت طلعت فوق الصاك وشاش وحكمت في الشباك الثاني تعلقت فيه ال واحد شغل دخل صاك وشاش بصح صغير هذا شغل تدخل صاط كامرولي فوقو وطلعت هكا وعاود تهبط قعدت كما عاود تهبط يدي تشلطوا بالدم تقطعوا يدي تقطعوا ولا بين واحد الحريق حكمني في يدي ما قدرتش نهز والو صاك قلت يعقوش نهزها صاي تقطعوا يدي من ليكو خفاف دخلت ورقدت بعد في الارض كنشوف اكوش درواط ما كاين ولا بالكاغول ما كاين والو غير مالي
ساكودو صاحبي تلقى شرعي باش يرميها لي باش جاي يوصلها لي بالسيف ترموس شبك عالي وتخاف يرميها تخاف تحصل تخاف زعما نطلع تخاف تطيح في حساب بليله ستريس مهما تكون عندك هيبه تكون عندك مقود يحكمك ستريس فيك البلاصه اقسم لك بالله تولي تشهد تولي ايات بقلت تهضر فيك من وليت نشهد تما يا ربي يكون معايا يا ربي يكون معايا يا ربي يكون معايا يوصلني غير نوصل بك الحلم تاعي يا ربي ونتوب ونكس عارف كما شغل توصل الصح كما نقولوا كما نقولوا تلقى والو غير ربي يفوق تما تلقى لا باباك لا امك لا دراهمك ما يفيدوك ما يفيدوكش دراهمك تما دراهمك ما يفيدوكش الاورو ما يفيدك والو وليت ندعي انايا نلقى صوت الفاتحه من لا كون خايف يكونوا تما حاطين كلاب يطلقوا علينا كلاب قادر يحكموا كفاهم عامر ايا زدر مالي ساكو دوب سيبه وصلها لي حكمتها الاولى زدر مالي الثانيه زدر مالي الثالثه رمى لي ساكو نحطهم في الارض كنفرش مكه وشكون نلعب نرقد على كرشي كنا قلت ما كاين والو فاهم ايا ايا باقي كنفرش انا راقد ومنه ومنه ومن بعد طلعوهم باش جاو يطلعوا تكرفصوا ومن بعد شكون طلعوا جاو عندي ونسينا الساكوشاج تاعي هذاك باش تاعي حتى واحد فينا نسينا الساكوشاج هذاك معلق نحتاجو نردو به طريق طويله عاودنا طلعنا طلعوا زوج باش نحاول طلعت انا واحد باش نحيناه باش جينا نحينا تقطع في الشباك صرا فينا كسرنا الصاع هنا نطلعوا نديروا صوتي باش فتنا كسرنا الصاع باش فتنا الحدود حدود صعيبه تاع يديرنا ما نصحش بها والله ما نصح بها واحد صعيبه بزاف هذه اياك ضربوا على يوزن كوبرو بالبالا مليح يديرنا مقويه ايا غير مع دخلنا بسطنا كيما هكا كل واحد هز ساكو تاعو ورحنا نجريو ما بناش وين تدي الله ما على بالنا احنا نجري قد اجري شوف بعد من الحدود باسك شباك بعد من الحدود عاد ما تقدر عاد ما تبعد من الحدود عاد ما الامان يزيد باسكو تبقى قدام الحدود الدوريه وكوبتر كاين لي كوبتر اقسم لك بالله الكوبتر تاع اليونان ساعه تفوت وساعه تفوت الكوبتر تاع الاتراك اي هربنا بعدنا من الشباك هذيك هربنا نجري والله ما على بالي وين تدي نجري ما دقنا حتى نوصل بلاصه بعيده باش نشعل الضو تاع المابس باسكو نشعل التليفون تبقى يشوفونا قال اجري وين تدينا سدين اجري برك اجرينا لقينا واحد البير تما زاني في ورا الشباك هذاك بير تاع الماء المهم مزيج شغل جا مبني كون جا واطي كون طاح فيه واحد فينا المهم جرينا حتى بعدنا ركعنا كيما كنا قاعدين شفنا غوش دروه باقيين الباك شغل تلمو الظلمه كاين ضوء القمر واش هو كان تيس كخفيف كحاجه خفيفه راهي شغل قاعدين كنتصيدو مليح قلت لك كش ما تشوفوا حاجه قولوا لي وانا مستريسي ممكن مستريسين شوف منا باقي متخبين من ما كاين والو هزنا كملنا الطريق حتى وصلنا لواحد البلاصه فيها شويه حشيش هكا ركسنا فيها واش عندنا ضوء على المابس وشغل مدرقين التليفون باش ما يبانش الضوء راهي شفنا المابس اي تبعنا النقاطي شوف لقينا من جهه هذه لقينا اورسيادا مدينه اليونانيه اورسيادا الجهه لا غوش حنا ما دخلناش فيها ما دخلناش حتى الفيلاج اليونان ما دخلناش حتى الفيلاج درنا غير يومين في اليونان باش وصلنا للحدود تاع بلغاريا حدود تاع بلغاريا جاي في جبال هذوك الجبال باش تطلع فيهم وباش تفوت فيهم زي الكوساتيك باش نوصل تيسالونيكو جبال والناموس ترطقنا المهم وصلنا للشباك تاع اليونان عامر هذوك ابري يومين ما كانش رحله طويله الحق ما كانش طويله كانت قصيره وصلنا للشباك تاع اليونان وبلغاريا درنا فطوط في الشباك هذاك ايا بصح شباك ساهل ماشي كيما تاع اليونان والترك تاع اليونان تحس حسك شغل ما يباليش انا شغل مقود بزاف شغل تحس ملي فاهم ايا دخلنا الشباك تاع بلغاريا فتناه وكملنا طريقنا غير غابه ما حبيش ندخلوا للجبيل باسكو كنا مسلعين بالماكله كانت عندنا الكونفيتور الدقله خبز سوري شرينا صاحبي كان كيسندو نيتيلا يا رب تفاح جدين دينا معنا ماكله دينا معنا قابصه تاع الطون وتاع اللوبيا وحمص لك شويه القابصه تجي مصايد طايبه مريقله تحل وتاكل قوة صاحبي واحد جديد دا معاه هريسة حرة شغل حراق ومقود ياكل بها هريسة اللوبيا باردو ياكلها بلا هريسة قوة خونا هذا ايوا حتى وصلنا لفيلاج اسمه هرملي هذا هرملي شغل مش فيلاج شغل مدينة تقدر تقول مدينة صغيرة هكا هرملي نشوف لي بلاك تما في بلغاريا لي بلاك تحم غير لغة تحم اوكرانية زي
زي الصربيه اللغه تحمل كما سميها كما الروسيه كفاهم عامر شكون اللغه ما تقدرش تفهمهم مقودة لغتهم كثر على الاتراك كثر على اليونانيه اي ما فهمنا والو حنا في لي باكس ما يمشي تترجمين بالبلونغلي المشكل حتى مش مجبدين ايوا في الفيج هذاك حوسنا في المابس باش جينا نلقاو الستاسيو تاع البيس بالسيف وما كانش كما نقولوا ما كانش سيكوريتي بزاف كما في اليونان سيكوريتي تاع البلغار ما عندهمش الحقليه تاع الحراقه مش محروقه كما اليونان اليونان محروقه بزاف اليونان ناس ما يوناني هسا كودو يحسبوه حراق هيا وصلنا للهرمليه باقي نحوس قبل ما نطيحوا للستاسيو احنا زدنا تقضينا ومن كاس العمله تحم الله راحت لي العمله تحم كيف العمله تحم صرفناها في اسطنبول صرفناها في بايازيد لاليلي كان تعرفوا الحاوي يعرفوا الحلقه لاليلي هذه من يديروا الشونش درام